تصدر في الآونة الأخيرة هاشتاغ غريب عن طلاق أحلام من دون أن يتم تحديد سبب إطلاقه أو الجهة المستفيدة المسؤولة عن نشر شائعة انفصال النجمة الإماراتية عن زوجها مبارك الهاجري المغرضة. وسارع زوج أحلام رجل الأعمال القطري إلى نفي الخبر السيء بشكل غير مباشر، إذ نشر صورة تجمعه بزوجته على موقع تويتر وعلق عليها قائلا: يا حبيبتي الغالية، إن فاهت كل يوم يزداد حبك بقلبي. وبدورها اكتفت أحلام بإعادة نشر تغريدة زوجها لتؤكد أن كل ما نشر لا أساس له من الصحة، ولا يتعدى كونه شائعة مغرضة للتشويش على نجاح أغنيتها ابن التراب، وعلقت: يا عمري وروحي، يا مبارك يا صديق عمري وحبيبي وتاج راسي. أكيد ما بنتمنى للثنائي غير السعادة. دمتم بمحبة أصدقائي.